بارخ ثم سار الروح بيسوع الى البرية ليجربه ابليس فصام أربعين يوما وأربعين ليلة حتى جاع فدنا منه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فمر أن تصير هذه الحجارة أرغفة فأجابه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله فمضى به إبليس إلى المدينة المقدسة وأقامه على شرفة الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فألق بنفسك إلى الأسفل لأنه مكتوب يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لئلا تصطدم بحجر رجلك. فقال له يسوع: مكتوب ايضا لا تجربن الرب الهك. ثم مضى به ابليس الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك الدنيا ومجدها وقال له: اعطيك هذا كله ان جثوت لي ساجدا. فقال له يسوع: اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا بملائكة قد دنوا منه وأخذوا يخدمونه. والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم. لما نصلي صلاة أبانا كل مرة نذكر ولا تدخلنا في التجربة. اليوم نبدي الصوم الكبير. والتجربة مهمة لأنه مذكورة في في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس يبدي بالتجربة. تجربة أبونا آدم وأمنا حواء. والعهد الجديد ايضا حياه يسوع العلنيه تبدي بالتجربه لكن ليش يسوع يقول لا تدخلنا في التجربه اذا هو تجرب واذا كل انسان يتجرب في بعض اللغات الترجمه ولا تجعلنا نسقط في التجربه لان التجربه امتحان والامتحان لابد منه في حياة كل إنسان. بالحقيقة هذا موضوع يحتاج شوية نتوقف عنده لا بس هاليوم لكن كل هالأسابيع السبعة اللي يتكون منها الصوم الكبير. لأن مهم جدا أن نخلع كثير أشياء قديمة في عقليتنا، هسا الشتي راح يخلص وتبدون تشيلون الكمبارات والسجادات وتجددون البيت وتفتحون الشبابيك وتدخل الشمس مثل ما يطلب ماربولس من عندنا يقول اخلعوا الانسان القديم كثير كثير اكو اشياء متراكمه عندنا وهذا التراكم ياذينا ياذينا من كل النواحي ماديا ومعنويا لكن اذا ردنا نختصر معنى التجربه اللي سمعناها خاصه مع يسوع يقسم الانجيل التجربه الى الى ثلاث اشياء كلها تدور حول محور واحد هو الانا بالعربي يقولون اعوذ من الانا المشكله هو الانا الانا اللي يسيطر علينا واللي يجعل هو المقياس وكل ما كان الأنا هو المقياس كل ما كانوا الناس يرتكبون أخطاء من هي أطفال الأنانية والنرجسية والمشكلة بين مع الأهل والأطفال خاصة إذا كان عندهم عدة أطفال أشلون يرضون كل أنا أشلون يوازنون بالأنا والتربية هي بالحقيقة شوية شوية اكتشاف أنه ما بس أنا موجود ما بس أنا آكل ما بس أنا أعيش أيضا ضروري الآخرين أن أتركهم يعيشون أن انطيهم فرصة أن يعيشون الأنا من البداية هو أنا ما الأكل اللذة الطعام التجربة الأولى تقول له حول الحجر إلى خبز وهذه التجربة هي تجربة الطفوله كثير من الناس يمكن طول حياتهم يبقون على مستوى التذوق والتذوق بالمراهقه يتحول الى المزاجيات الى يعجبني وما يعجبني ونقيس الدنيا كلها هذا يعجبني هذا ما يعجبني هذا ما ينجرع هذا ما ينبلع وحتى الناس يصير مقياسهم ينكل او ما ينكل ينبلع او ما ينبلع وين راح نوصل؟ المقياس ما هو انا ولا هو مزاجي. ولا هو لذتي ولا هو مصلحتي المقياس أكو مقياس آخر أكو مسطرة هذه المسطرة غالبا ما ننساها وكأنه أنا بعقلي أفكاري حسب قناعتي هذا مو مقياس لازم يكون عندنا مقياس آخر قبل كان يقيسون بالشبر شبر أكو شبر كبير وأكو شبر صغير ما بقى مقياس الشبر ولا الذراع المقياس هو موحد المتر السنتيمتر الكيلومتر هاي مقاييس عالميه من يوم اللي اخذنا مقاييس ثابته تحسنت الحضاره ولهذا يسوع راح يقول ليس بالخبز يعني ليس باللذه وحدها يحيا الانسان مو لان يعجبك اكو اكل مفيد لكنه ما يعجبك اكو دواء مفيد لكنه ما يعجبك لازم تأخذه لكن بكل كلمة تخرج من فم الله حط يسوع المقياس فوق علانه حتى نريد نعرف ولهذا بداية أبانا الذي نحن نطلب منه لتكن مشيئتك لا مشيئتي هو راح يقول يسوع كإنسان راح يشعر بالحاجة إلى هذا المقياس الأول التجربة الثانية هي ايضا انانيه الغرور، الاعجاب بالنفس، الاهتمام بالانا الزايد في نظره الاخرين الي، وهذه ايضا بالعوائل نشوفها كثير مرات، الحسد والغيره والتوترات الموجوده، واكو ناس يكبرون ويشيبون ويجرجرون هذا هذه المواضيع الى الى القبر، ليش؟ لانه ما تحرروا من الانسان القديم. هذا الانسان المغرور، هذا الانسان المعجب بنفسه، هذا الانسان اللي كثير مرات يتحول يتحول الى اذيه للاخرين. اشنو اشنو اللي دا يصير في زماننا؟ هذه البدع وهذه التيارات الفكريه، بالحقيقه هي هي مقاييس مقاييس القيادات ومقاييس الانا المتضخم عند بعض الناس اللي عندهم نوع من الهيمنه والسيطره، يغسل دماغ الاخرين، روح انتحر، روح فجر نفسك، روح اقتل نفسك، ليش؟ ما انت خلقته حتى انت تدفعه الى ان ينتحر، حرامات حرامات ما تقدر انت تعمل ولا شيء بهذه الدنيا الا انه تقتل، الا انه تخلي الاخر يفجر نفسه، هذا ايضا هو هذا هذا الغرور، القتال اللي كثير مرات يوقعنا في مطبات كثيرة خطة الله هي خطة التواضع يقل المجرب ذب نفسك من فوق الهيكل حتى الناس يقولون الله الله ويتعجبون بيك ويمشون وراك مشعوذ لا بهلوان لا يسوع مخلص ما راح ينزل عن الصليب هي التجربة الأخيرة قل له, له انزل عن الصليب ما ينزل ما يطيع المزاجيات الجماعية الجماهيرية هاي كثير مرات كلتنا كجماعة نعاني منها مرات ككنيسة نحتاج ناخذ قرارات مهمة للكل لكن دائما أكو واحد يعترض ويقول هذا ما يعجبني هذا ما يقطع أقلي أوكي نحاول نقنعه لكن ما يصير جماعة على جماعة أو مقياس. داخل الجماعة يكون الأنا أو المحسوبية أو الواسطة أو الفساد وهذا الفساد دمرنا لو كان عندنا مقياس آخر مقياس الحقيقة مقياس العدالة الاجتماعية كثير كان يكون بلدنا أحسن الحمد لله كل شيء عندنا والمصايب الموجوده بغير شعوب ما موجوده عندنا، لا عندنا زلازل، لا عندنا نووي، لا عندنا هالاشياء اللي ممكن الناس تخاف منها، ليش؟ ليش؟ الانا المغرور عندنا هو القتال. التجربه الثالثه هي ايضا معنى الحياه. معنى الحياه. يقول له اعطيك كل هذا اذا سجدت لي. المجرب نسجد لمن؟ يعني صنم. من صنامي؟ يسوع كان قال فد لا يمكنكم ان تعبدوا ربين الله والمال، المال زين اذا بقي بالجيب لكنه خطر اذا صعد فوق اذا ركب على راسي على افكاري على همومي ما شرط الفلوس كثيري او قليلي لكن وين قاعدي؟ بأي مكان منك من الانا مالك؟ هل هي في قلقك؟ هل هي في حرصك الزايد هل هي في حرمان نفسك وعائلتك من أن تعيشون هل تخاف من المستقبل وخوفك من المستقبل يجعلك تكون بخيل تجاه ما يحتاجونه اليوم أهلك وبيتك هل هذا الشيء هل يا ترى القلق احنا ليش نقلق احنا ما راح نعرف من المستقبل ولا شيء يا جاهل يقول له الله لهذا الغني الغبي يا جاهل الليلة تطلب نفسك فإذا لمن تركت كل هذا الخوف هو أنه إحنا نقع أيضا في هذا الأنا الوهمي الأنا الوهمي اللي يعمل إسقاط على المستقبل وكأنه أنا ضامن المستقبل وأفكر بالمستقبل فقط فما أعيش هذا الحاضر بالحقيقة الحاضر أكو بجنبي ناس لازم أنتبه إليهم أنتبه إلى وجودهم إيش أقدر أعمل اليوم تجاه هذول الناس هذا هو الصوم أبدا الصوم ما هو مسابقات بعض الشباب أسمع بأنه يسوون مسابقات أنا أصوم أحسن من فلان وفلانة هذا أيضا غرور الأنا وكأن الصوم هو تحدي للانا على حساب ايش؟ مقياس صومنا هو يسوع ومقياس يسوع هو الله والله يقول: كونوا كاملين مثل ابوكم ينزل مطره على الكل ويشرق شمسه على الكل. الصوم هو ان اخلع نظرتي على نفسي واخلع نظرتي على الآخرين وأخلع نظرتي على الله أقدر أقول لا ويمكن الصوم فقط هو كلمة لا ما أريد شكرا كافي فأتدرب بالأكل إيه إحنا كجماعة عندنا مثل قافلة الرزنامة التقويم بعد شوية أبو نقيس راح يقول أنه نصوم هالشكل الأيام الأولى والأيام الوسط والأيام الأخيرة هاي كلها ترتيبات اجتماعية بس إذا الصوم بقي فقط اجتماعي وما دخل في إرادتي وغيره وحوره من مكانه كل فائدة ما بينه مثل ما نجبر واحد أن لا يدخن نخبي الجقائر عنه بس يوم اللي كله فرصة راح يدخن هل يا ترى أقدر أنا أحرم نفسي ولو للتدريب من شيء يعجبني وكثير أشياء تعجبنا ما مذكوري بالصوم تعجبنا تعجبنا وهي هي مبررة وهي هي شرعية لكن ممكن هاي الأشياء تكون بالنسبة لي نوع من المقفز حتى أصعد درجة شون درجات تصعدني على السطح هالشكل الصوم هو درجات كانوا ابائنا انا درست هذا في القرن الرابع ثالث رابع، درست انه كانوا يسمون الصوم درجات. يعني بدايه الصوم هو اسفل السلم وكل كل يوم هو درجه سلم نصعد 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 الى فوق نقترب وكل ما صعدنا كل ما الدنيا تبين غير شكل. كل ما حياتنا تبين غير شكل كل ما مثل لما نصعد للقلعة أو نصعد المكان مرتفع نشوف مدينة كركوك ونشوف بيوتها ويعجبنا نشوف الأشياء من فوق الصوم إذا هو ارتفاع بعد شوية راح نقول بالقداس العيل نهون ماذا أيكون؟ ارفعوا أفكاركم إلى العلا ارفعوا شوية لا تنزلون إلى الأشياء اللي ما بيا. فائدة لا تنقنقون لا تتعبون لا تقلقون اصعدوا ولهذا أدعوكم اليوم في بداية هذا الصوم أن يكون صوم تنظيف وتعزيل وقلع للأشياء القديمة وقبول بالمفاجآت يمكن بس لو فتحنا عيوننا يمين أو يسار راح نشوف أن الأمور تختلف مما كنا نتصور في اهتمامنا وهمومنا الخاصه الله يبارك بهذا الصوم ويجعله ايام فرح للكل امين